ولا باقي فما مشاكل بالنسبة للأمن؟ هو فما المشاكل بالنسبة للأمن، فما شوية مشاكل. كل يوم يعملوا في مسيرات. علاش المسيرات ما تهمش؟ علاش عاملين مسيرات؟ ترى كل اللي يحك راسه طلب ينحي حاكم، ينحي وزير، ينحي مدير مدرسة، ينحي. مش معقول الوضع ده. وبالنسبة للتجارة ماشية الأمور ولا واقفة؟ واقفة التجارة من اللي بدي من نهار 14 ولا قبل من نهار 10 تنجم تقول توا واقفة. وربي يبارك الستر. نقولوا ما كمل مع التكسير والسرقة وتزيد الأمور هذه تقوى أكثر معناها. والله على الحساب هذايا تزيد تقوى. على الحساب هذايا ديما كل يوم امبارح في سوسة ما تعرفش عليهم، بالكش اليوم العشية في القروان، بالكش غدوة في قفصة، ما تعرفش عليها الوضعية مش مستقرة. وبالنسبة للشباب توا في القروان لاقين مواطن شغل و تزيد تكثر البطالة، ما فماش مواطن تزيد تكثر البطالة، ما فما لا بيع لا شراء. أنت توا اللي كان يخدم في خدام وتدخل تسرق حانوت ولا تسكر ولا تحرق ولا كذا، تزيد تاخذ في مول. شوف شو في جنبه. كل جينا باش نصلحوا معنا زاد فسدنا أكثر. وربي باقي ستر. عايشك. يس.